بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي معكم مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية والمعنون بمفاتيح القلوب الكلمة الحلوة. طلابي في هذه الحصة سنلتقي مع نص الاستماع والذي يتحدث عن الاستماع وأدابه. نقول بأن من آداب الكلام والتحدث خفض الصوت، لأن رفع الصوت مزعج للسامع مثير للأعصاب، وينبغي أن يكون المتكلم بعيدا عن الثرثرة والتشدق والتكلف وتكلف الفصاحة، فذلك مدعاة للتصنع. ولا تعيب اسما من الأسماء لرجل أو امرأة فلعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك، إذ قد يكون اسما لبعض أسماء قومه أو أهله. طلابي في موضوعنا عن موضوع الكلمة الحلوة أو مفاتيح القلوب، وهي مخرجنا إلى مفاتيح القلوب، نقول بأن الكلمة الطيبة وحسن التعامل في إشاعة المحبة والألفة بين الناس وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين أفراد المجتمع الإنساني، بتوضيح أهمية الكلام الحسن والكلام الطيب بين أفراد المجتمع. لذلك طلابي، الكاتب في عنوان نصنا هو محمد النقاش، كاتب وناقد لبناني جمع العديد من المقالات في كتابة مواليد الأرق عام 1960، الذي يضم بين دفتيه 34 مقالة، ومنها المقالة التي بين أيدينا للحديث عن الكلمة الحلوة وأنها مفاتيح للقلوب. طلابي، إذا تحدثنا عن آداب الكلام في الكلمة الحلوة، نقول بأنه يجب عليك أن تخفض صوتك في الحديث، وذلك لقول الله عز وجل أن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إذ أنه من الواجب على الإنسان أن يكون صوته منخفض عند حديثه وعند محاورته وعند نقاشه مع الآخرين، وهذا من آداب الكلام، وهذا من آداب مفاتيح القلوب للتعامل مع الناس. أيضا من الحديث بهذا الموضوع أن الإنسان إذا تحدث يجب على الآخر أن يستمع، لأن هناك أيضا آداب الاستماع إذا ما تكلم من حولك. لذلك قال الشاعر: عود لسانك قلة اللفظ واحفظ كلامك أيما حفظ. هذا طلابي مجمل الحديث عن عنوان درسنا الكلمة الحلوة مفاتيح القلوب. سنلتقي معكم بدرس جديد من دروس اللغة العربية في الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وبركاته.